نشرة الأخبار نقدمها لكم من قناة يمن شباب، معكم صفاء عبد العزيز وهشام جابر، أهلا بكم. البداية بتطورات الملف الاقتصادي، حيث كشف محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي أن الجهات المصرفية والبنوك الدولية لن تتعامل مع أي بنوك تخضع لسيطرة جماعة مصنفة على قوائم الإرهاب. وقال في مؤتمر صحفي بالعاصمة المؤقتة عدن إن القرارات لقيت تفهما ودعما إقليميا ودوليا، وفي المقدمة دعم كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المعبقي أن البنك ماض في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقا للخطة المقررة، وقال منفتحون للحوار من أجل الوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق القطاع المصرفي، وتضمن عمله بحيادية وفقا للقوانين وتحت رقابة البنك المركزي اليمني. هذا القرار سيادي وقرار البنك المركزي، وليس له صلة بأي أحداث أو جهات كانت محلية أو إقليمية أو دولية، وأن البنك المركزي يعمل وفقا للقانون وليس وفقا للتوجيهات والتوجهات، وهذه السياسة ثابتة ومعلنة، وآخرها ما نشر من إعلان قبل يومين بسبب شائعات الحاويات التي تخرج من مطار قلعة الحوثي، وللأسف تدول في مناطق الشرعية وخاصة في المواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع وسائل الإعلام هنا في عدن. ثانيا، نحن ماضون في تنفيذ القرار بكل مراحله وفقا للخطة المقررة. ثالثا، نحن منفتحون للحوار للوصول إلى حلول لكل الإشكالات التي تعيق قطاع العمل المصرفي في اليمن، وتضمن عمله بحيادية وفقا للقوانين وتحت رقابة البنك المركزي اليمني. وقد أبلغنا موقفنا هذا لمن تواصل معنا، وكذلك لمن حاول أن يتفادى تنفيذ المراحل المختلفة للقرار خلال الفترة التي كانت ممنوحة للبنوك لتوفيق أوضاعها. وكشف محافظ البنك المركزي في عدن أحمد غالب المعبقي عن عقوبات تدريجية ضد المصارف التي لا زالت تتعامل مع ميليشيا الحوثي الإرهابية، وقال إن القرارات التي صدرت يوم الخميس تمثل أولى العقوبات التدريجية ضد البنوك المحظورة. وأوضح أن الجهات المصرفية والبنوك الدولية لن تتعامل مع أي بنوك تخضع لسيطرة جماعة مصنفة على القوائم الإرهابية. لقد حاول البنك المركزي اليمني أن يتعامل بمسؤولية منذ نقله في عام 2016 لإدراكه بأهمية القطاع المصرفي والتعامل معه بحيادية وفقا لأحكام القانون البنك المركزي وقوانين البنوك التجارية والإسلامية والقوانين التي تحكم النشاط الاقتصادي برمته. البنك المركزي صبر على كثير من التجاوزات والاستفزازات والانتهاكات لعل الطرف الآخر يسمع لنصح محبيه، وهم كثر كانوا خاصة في المجتمع الدولي، ويوفر الحد الأدنى من الظروف الملائمة لعمل قطاع المصرفي. للأسف الميليشيات تجاوزت كل الخطوط الحمر التي لا يمكن السكوت عليها، والتي باتت تهدد الاقتصاد الوطني والنظام المصرفي بكامله، وتهدد ايضا تعاملاتنا مع العالم، خاصه مع تصنيف الجماعه جماعه ارهابيه، اولا من قبل الولايات المتحده الامريكيه، وثانيا من قبل الحكومه الاستراليه. والمؤشرات توحي أن هناك أيضا تصنيفات من قبل تجمعات ودول في مختلف القارات. طبعا هذا الوضع خلق واقعا صعبا للقطاع المصرفي اليمني برمته، وليس للبنوك فقط التي تقع تحت سيطرة الميليشيات.
مما حتى مع البنك المركزي التحرك للمحافظة على الحد الأدنى من المعايير المصرفية التي يقبل موجبها العالم التعامل مع أي بلد وليس مع اليمن فقط. كما أكد محافظ البنك المركزي أن قرارات البنك لا علاقة لها بالحسابات السياسية ولن تلحق الضرر بأموال المودعين، لكنها قرارات سيادية يمنية بحتة ولا علاقة لها بالحسابات السياسية، بل هي قرارات مصرفية تعيد ضبط مسار السياسة النقدية للبلد. لقد أصدر البنك المركزي اليمني ووثق أكثر من 20 انتهاكا ارتكبتها الميليشيات بحق القطاع المصرفي. أوردنا بعضا منها في ورقة ستوزع عليكم بعد الإحاطة وبعد المؤتمر الصحفي، ولكن لا يضر أن نذكر أهم هذه الانتهاكات التي سرعت باتخاذ بعض القرارات. وحتمت على البنك المركزي التحرك وإصدار قرار نقل البنوك ومراكز أعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن كمحاولة لإنقاذ تلك البنوك ومن انهيارها، مع تأكيدنا على الآتي: أن هذا القرار قرار يمني سيادي وقرار ذو طابع نقدي ومصرفي وليس له أي صلة بالوضع الإقليمي أو الدولي كما يدعي الحوثيون، وليس له داخل بحرب غزة، والشعب اليمني كله وبأكمل يقف مع غزة ومع مقاومة الاحتلال البشع، وهو موقف رسمي وشعبي لا كما يفعل الحوثي باستغلال القضية العادلة بتبرير أهداف الانتهازية. في الموضوع نفسه قال محافظ البنك المركزي أن البنك وثق 20 انتهاكا للحوثيين ضد القطاع المصرفي، مؤكدا أن قرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك إلى عدن ذو طابع نقدي ومصرفي. الحوثيين هم من بدأ بتسييس القطاع المصرفي واختراق كل المعايير والقوانين، وذلك أولا بتجميد ومصادرة حسابات المواطنين وهي بالآلاف ممن يتهمونهم أو يعتقدون أنهم يقفون ضد سياساتهم وضد قمعهم. ثانيا منعوا تداول العملة الوطنية من الطبعة الجديدة، وبذلك قسموا البلد وشطروا الاقتصاد وخلقوا واقعا مريرا عانى منه كافة الشعب اليمني، والأكثر معاناة من يقعون تحت سيطرة الميليشيات. قطعوا المرتبات، خلقوا ركودا اقتصاديا داخل المناطق التي يسيطرون عليها، فرضوا سعر صرف وهمي لنهب مدخرات المواطنين وتحويلهم بسعر صرف يقل عن سعر الصرف الحقيقي الذي تحدده وتفرضه العوامل الاقتصادية. أصدروا قانون ما يسمى بتحريم المعاملات الربوية، وحولوا ودائع المواطنين إلى حسابات جارية أيضا ممنوع سحبها، مما أفقد المواطنين مدخراتهم وعرض القطاع المصرفي كاملا للانهيار وخاصة البنوك التجارية. هذا التحريف أو التخريف المتخلف الذي اسمه قانون تحريم المعاملات الربوية أطاح بكامل منظومة القوانين والتشريعات التي تنظم عمل القطاع المصرفي والنشاط الاقتصادي كاملا، ومنها قانون البنك المركزي، قوانين البنوك التجارية والإسلامية، قانون التجارة، القوانين الأخرى التي تنظم النشاط الاقتصادي. أخطر تلك التجاوزات والانتهاكات الإقدام على صك عملة مزورة بواسطة كيان غير شرعي وغير قانوني وإنزالها للتداول. وهنا بات محتما تدخل البنك المركزي بوضع حد لهذه الانتهاكات الصارخة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ولقي قرار البنك المركزي تفهما ودعما إقليميا ودوليا وفي المقدمة من كل المنظمات المالية الدولية ومنظمات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال المعبقي إن الحوثي تسبب في زيادة معدلات البطالة وارتفاع معدل الفقر إلى 85%،
نتيجة الإجراءات التي اتخذها، مشيرا إلى صبر البنك المركزي كثيرا تفاديا لأي إجراءات تعقد المشهد وتربك عمل القطاع وتزيد من معاناة المواطنين. لكن موقف البنك فهم من الطرف الآخر كأنه ضعف، فتمادى إلى حدود لا يمكن السكوت عليها. أريد أن أطيل أو أسترسل، هناك سلسلة من الانتهاكات وسلسلة من التداعيات وسلسلة من الآثار التي زادت معاناة الشعب اليمني، ليس أقلها ارتفاع معدلات الفقر إلى أكثر من 85 أو 87%، منهم 21 مليون بحاجة إلى الغذاء، مساعدة الغذاء. هذا ولقت القرارات الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي اليمني في عدن ترحيبا في أوساط الخبراء والشارع اليمني باعتبارها خطوة مهمة لهزيمة الحوثيين. وحول هذا الموضوع قال عضو مجلس القيادة الرئاسي عبد الله العليمي إن تلك القرارات التي يدعمها المجلس مهمة لإيقاف عبث ميليشيا الحوثي بالاقتصاد الوطني وتكريس معاناة اليمنيين في عموم محافظات البلاد. أضاف في تدوينة على منصة إكس إن إجراءات البنك المركزي اليمني لوقف عبث الميليشيا الحوثية بالاقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف مهمة ومطلوبة، ونقف في مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني. وفي الموضوع ذاته وصف الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي وفيق صالح قرارات البنك المركزي في عدن بأنها الأصعب والأجرأ منذ قرار نقله إلى عدن. وقال إن البنك اتخذ قرارات جريئة بوقف التعامل مع 6 من أكبر البنوك في البلاد بتهمة عدم الالتزام بتعليمات البنك المركزي وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد صالح أن قرارات البنك ومطالباته بإيداع الطبعة القديمة في البنوك التجارية والمصارف خلال مدة لا تزيد عن 60 يوما هي مقدمة لإلغاء الطبعة القديمة بشكل كلي من التداول المالي. وبحسب الصحفي المتخصص في الشأن الاقتصادي فإن تلك الخطوات من شأنها إنهاء مهزلة الانقسام النقدي التي وصفها بأنها أسوأ مرحلة للأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد. هذا وظهر انزعاج الحوثيين وقلقهم من قرارات الحكومة، الأمر الذي دفع الميليشيا لرفع صراخها وجعلها تتهم السعودية بالوقوف وراء تلك الخطوة. وحذر المدعو محمد عبد السلام المتحدث باسم الميليشيا من مغبة التهاون بتحذيراتها والتورط في استهداف البنوك في العاصمة صنعاء. كان المدعو عبد الملك الحوثي قد أقحم نفسه في تلك التصريحات متهما الولايات المتحدة بتوريط السعودية في الضغط على البنوك في صنعاء، وقال إن تلك الخطوة عدوانية ولعبة خطرة. وقال اقتصاديون إن إلغاء العملة التي اختزلها الحوثيون في مناطق محدودة تمثل ضربة موجعة للميليشيا وخطوة إجبارية لمنع انهيار الاقتصاد ومنع غسيل الأموال وتهريب العملات الأجنبية من مناطق الحكومة. عسكريا، شهدت جبهة الحدود توترا عسكريا متصاعدا بين القوات السعودية وميليشيا الحوثي الإرهابية. مصدر عسكري قال إن الجبهة شهدت يوم الخميس اشتباكات في عدد من المحاور عقب عمليات قنص تقوم بها الميليشيا للجنود السعوديين. ونعى مغردون سعوديون استشهاد أحد الجنود ويدعى سامي الغامدي. وسائل حوثية قالت إن القوات السعودية قصفت مواقع للميليشيا في وادي الضمت بمديرية منبه بقذائف الهاون والأسلحة الرشاشة، إضافة إلى استهداف مواقع حوثية أخرى في مديرية باقم بقذائف المدفعية. أصيبت امرأة في قصف حوثي استهدف تجمعا سكنيا في منطقة حجر شمال غربي الضالع. مصدر عسكري قال إن الميليشيا استهدفت بقذائف الهاون منازل الأهالي في بلدة المشاريح بمنطقة حجر التابعة إداريا لمديرية الضالع شمال غربي المحافظة.
المصدر، وأشار إلى أن قذيفة هاون سقطت على أحد المنازل في التجمع السكني وأصابت شظاياها امرأة بجروح متفرقة. نشر المرصد اليمني للألغام إحصائية جديدة بضحايا الألغام التي زرعتها ميليشيا الحوثي الإرهابية، حيث بلغت الحصيلة 153 بين قتيل وجريح منذ مطلع العام. بحسب المدير التنفيذي للمرصد فارس الحميري، فإن 50 مدنيا قتلوا وأصيب 100 آخرون في انفجار الألغام الحوثية خلال الأشهر الخمسة من هذا العام. وأضاف أن المدنيين يسقطون بشكل يومي جراء الألغام والعبوات التي يزرعها الحوثيين أو الحوثيون بكثافة في مناطق مأهولة. وأشار الحميري إلى أن الميليشيا نشرت ألغاما محلية الصنع وصنعت بتقنيات متطورة وبقدرة تدميرية كبيرة، وزرعت بمهارة خبيثة على امتداد مناطق يقصدها السكان في الطرقات والمزارع ومصادر جلب المياه ومناطق رعي الماشية. في تعز أدى آلاف الآلاف صلاة الغائب على الشهيد محمد صادق السناوي الذي يحتجز الحوثيون جثته منذ أن اغتالته الميليشيا قبل أسابيع. المصلون أشادوا بأدوار الشهيد المناهضة للميليشيا الإمامية وأكدوا استمرارهم على نهجه في مقارعتها. هذا وكان محافظ تعز نبيل شمسان قد دعا إلى إقامة صلاة الغائب على السناوي في مسجد السعيد وكافة مساجد المدينة وفاء للشهيد. كما أقيم مجلس عزاء استقبلت فيه السلطة المحلية أقارب الشهيد والمعزين في استشهاده. نحن اليوم نصلي صلاة الغائب على الشهيد محمد صادق السناوي الذي استشهد وهو يعد مقاوما في مديرية ماوية، ولقى حتفه، وها هم اليوم أبناء محافظة تعز في كل مساجد المدينة يصلون صلاة الغائب. صلينا صلاة الغائب على الشهيد محمد صادق رحمه الله الذي قتلته الميليشيات الحوثية في منطقة ماوية، وصلينا أيضا على شهيدين آخرين في هذه المدينة، وهذا أقل واجب نقدمه لشهدائنا العظام الذين ضحوا بحياتهم وأنفسهم من أجل أن نعيش ومن أجل القضاء على هذه الميليشيات الحوثية الكهنوتية الاستبدادية الظلامية التي عاثت وتعيث في الأرض فسادا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل اليمن فرجا عاجيا غير آجل. بحسب توجيهات فخامة الرئيس الدكتور رشاد العالمي حفظه الله رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتكريم أسرة الشهيد محمد صادق السناوي ورعاية أسرته وصرف أرضية له وتكفل بمراسيم العزاء وغيره، دعا محافظ المحافظة الأستاذ نبيل شمسان إلى الصلاة في جامع السعيد مع القيادات العسكرية والأمنية والسلطات المحلية وفي كل جوامع تعز مع صلاة الغائب على الشهيد محمد صادق السناوي الذي ما زالت ميليشيات الحوثية تحتجز جثتهم. هذا البطل الأسطوري الذي استشهد في تاريخ 11/5/2024 في ملحمة أسطورية تحدث عنها كل اليمنيين. هذا الرجل البطل الذي القادم من مديرية ماوية وفيها استشهد وواجه الميليشيات الحوثية، استغل كل الفرص المحيطة فيه به، استغل كل الظروف، نال من الميليشيات الحوثية، قتل منهم العدد الكبير. في إطار تنامي مواقف الرفض الشعبي لجرائم الحوثي، بدأت قبيلة بني مطر اعتصاما بميدان السبعين رفضا لمخطط حوثي تسعى من ورائه ميليشيا الحوثي الإرهابية لإحداث تغيير ديموغرافي في مناطقهم. واتهمت القبائل المدعوة عبد الباسط الهادي منتحل صفة محافظ صنعاء بالسعي لتنفيذ مخطط التقسيم بهدف توطين قياداتها وعناصرها القادمة من صعدة. مصادر محلية قالت إن الميليشيا تسعى إلى تقسيم قبيلة بني مطر ونهب أراضيها خصوصا أراضي الجعادب.
يأتي هذا فيما يعتزم رجال القبيلة نصب خيام لإقامة تجمع احتجاجي في منطقة العشاش مكان تجمع قبائل بني مطر ضمن مساعيهم لإفشال المخطط الحوثي الذي يهدف إلى تقسيم مديرية همدان واستقطاع مناطق شملان وعرا ودار الحجر وضمها إلى مديرية معين إحدى مديريات أمانة العاصمة صنعاء. وفي احتجاج مماثل أقامت قبائل عنس بمحافظة ذمار وقفة احتجاجية بصنعاء للمطالبة بإحالة مشرف حوثي وأفراده المتورطين في جريمة إعدام أحد رجالها أمام أسرته في 18 من إبريل الماضي. مصادر محلية قالت إن المشرف الأمني للميليشيا في مديرية ميفعة عنس المدعو أبو عبد الملك مطهر أقدم على قتل الشاب صلاح محمد مصلح عركم عقب اقتحام منزله. وكان العشرات من رجال قبائل عنس قد احتشدوا هذا الأسبوع في صنعاء للمطالبة بتنفيذ حكم القصاص بصورة عاجلة بحق القيادي الحوثي وعناصره المتورطين في جريمة قتل الشاب عركم. وننتقل إلى الجوف حيث شكى مسافرون وسائقو مركبات تعرضهم للاعتداء والنهب من قبل ميليشيا الحوثية الإرهابية أثناء تنقلهم عبر صحراء الجوف. وقال سائقون إنهم تعرضوا للاعتداء من قبل مسلحين حوثيين على مداخل مدينة الحزم أثناء عودتهم من السعودية. كما شكى مسافرون قادمون من السعودية تعرضهم للتقطع وإطلاق نار من قبل الميليشيا التي نهبت ما بحوزتهم من أموال وممتلكات شخصية. ويواجه المسافرون والمتنقلون عبر صحراء الجوف مخاطر عديدة بينها حوادث التقطع وانفجار الألغام التي زرعتها الميليشيا ومسافة السفر الطويلة عبر الصحراء إلى مأرب والتي تتجاوز 8 ساعات. عبر اللصوصية والسرقة والنهب تبني ميليشيا الحوثي الإرهابية ثروتها غير مكترثة بحرمة الأملاك والأموال التي تنهبها بذرائع مختلفة. ميليشيا تحترف اللصوصية مصدرا للثراء وتمتهن النهب ضمن أدوات التكسب غير المشروع. على طريقة نظام الخميني تواصل ميليشيا الحوثي ذراع الاحتلال الإيراني في اليمن مصادرة الممتلكات الخاصة. عند بوابة منزل نصر طه مصطفى المستشار في مكتب رئاسة الجمهورية وضعت الميليشيا الإنقلابية لافتة تقول المنزل للبيع. بطريقة متدرجة تطبق الميليشيا الحوثية تجربة نظام الخميني في مصادرة الممتلكات والمنازل والعقارات والأموال. يعمل حوثة إيران على نهب منازل وعقارات اليمنيين استمرارا لجرائمهم وانتهاكاتهم في السطو على الممتلكات العامة والخاصة. تستبق الميليشيا الحوثية عملياتها اللصوصية في السطو على المنازل وبيعها بإجراءات باطلة تتلبس الصفة القانونية وعبر أجهزة تحت سيطرة وهيمنة الإرهابيين الحوثيين. سبق للميليشيا أن أباحت لنفسها مصادرة منزل نقيب الصحفيين الأسبق المستشار الرئاسي ناصر طه مصطفى نهاية عام 2018 ضمن حملاتها في نهب ومصادرة منازل عدد كبير من قيادات الدولة المدنية والعسكرية. الميليشيا السلالية أصدرت في وقت سابق قائمة تبيح لنفسها مصادرة ممتلكات أكثر من 1100 شخص من قيادات الدولة المدنية والعسكرية وأعضاء في البرلمان ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات اعتبارية ومواطنين بينهم 25 صحفيا ووسيلة إعلامية. إجراءات لصوصية خارج القانون والهدف منها ضم تلك الممتلكات المنهوبة إلى ممتلكات الحوثي وأسرته على منوال ما قام به نظام الخميني وخلفه علي خامنئي
مطلع ثمانينات القرن الماضي، حيث باشر النظام الإجرامي مصادرة بيوت وعقارات وممتلكات الإيرانيين، والتي تحولت في 10 سنوات إلى ثروة طائلة مملوكة لزعيم الإرهاب الإيراني المدعو علي خامنئي، حيث استخدمت تلك الأصول في بناء اقتصاد أسري موازن للاقتصاد الإيراني تحول بمرور الوقت إلى ابتلاع معظم القطاعات الاقتصادية ضمن مخطط الهيمنة الاقتصادية والعسكرية والسياسية. تكرار تطبيق تجربة نظام خامنئي حرفياً في اليمن تجري خطوة تلو أخرى للوصول إلى الأهداف نفسها عبر سرقة ممتلكات الشعب والممتلكات العامة وبناء ثروة شخصية وعائلية لزعيم التمرد الذي يجري صناعته كخامنئي مصغر في مقابل إفقار الشعب وتجويعه بهدف التحكم به دون خشية من اندلاع ثورة شعبية تطيح بمنظومة العصابات التي تتشكل حاليا في اليمن تطبيقا للتجربة الإيرانية ذاتها. قال رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري فارس أحمد شعفل إن عملية تفويج الحجاج اليمنيين تتم بكل سهولة ويسر. وشدد شعفل خلال جولة ميدانية إلى ميناء الوديعة البري مع السعودية، شدد على مواصلة تقديم أقصى الجهود في خدمة الحجاج. وفي صنعاء الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي، غادر حتى يوم أمس الخميس 2500 حاج عبر 14 رحلة جوية، وذلك لليوم الثالث من بدء تفويج الحجاج. في سياق متصل، شددت لجنة التوعية والإرشاد التابعة لوزارة الأوقاف على ضرورة بذل كافة الجهود لضمان نجاح موسم الحج وتلافي الإخفاقات والقصور. وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعا لها في مقر البعثة في مكة المكرمة برئاسة عبد الملك المعامير، كرس لمناقشة سير عملها ضمن خطة التوعية لموسم حج هذا العام. كما أكدت على أهمية السير قدما بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالحج لضمان تنفيذ خطط التوعية بشكل فعال، وذلك في إطار الخطط والبرامج القانونية والرسمية وعدم الخوض في المسائل الأخلاقية. اللجنة حثت على ضرورة سرعة إنجاز جميع الأعمال والخطط الموضوعة بهذا الشأن ومضاعفة الجهود والتعاون لإنجاح الموسم. دشنا في محافظة المهرة الرحلة الجوية الدولية من مطار الغيضة الدولي إلى المملكة العربية السعودية عبر الخطوط الجوية اليمنية. وكانت أول رحلة أقلعت من مطار الغيضة اليوم بتفويج 180 حاجا إلى المدينة المنورة لأداء مناسك الحج والعمرة لهذا العام. وكانت الحكومة قد دشنت يوم الثلاثاء الماضي تفويج الحجاج عبر ميناء الوديعة البري ومطار عدن. نحن اليوم في مطار الغيضة ندشن الرحلة اللي في طبعا بتذهب إلى المشاعر المقدسة إن شاء الله، رحلة من الغيضة إلى المدينة المنورة وتحمل الحجاج بيت الله الحرام حوالي 180 حاج وحاج، وهذا الحمد لله رب فضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الجهود المختلفة من الأخوة في القيادة إلى جانب الأخوة في مجلس الوزراء الجهات المختصة، كذلك الأخوة في الطيران المدني مصلحة الطيران المدني والخطوط الجوية اليمنية بالتنسيق مع الأخوان في المملكة العربية السعودية الذين كان لهم الفضل بعد الله في تأهيل المطار فنيا وإعادته إلى الجاهزية فنيا، وهذا الحمد لله احنا له في سرور، وحجاج بيت الله الحرام في راحة إن شاء الله يوصلوا بالسلامة إلى الأماكن المقدسة والمشاعر الطاهرة. المشروع الذي أسسته أم نواف في مدينة المكلا بافتتاح محل للعصائر بكادر نسوي يعتبر الأول أو الأول من نوعه في حضرموت، كما حظي بقبول مجتمعي يظهر تقدير المرأة بمشاركتها في سوق العمل ومساعدة أسرتها في الأعباء المالية.
بخطوات واثقة تتجه نحو مملكتها الخاصة، وبروح المرأة العصامية تبدأ أم نواف أول مشروع خاص بكادر نسائي لبيع العصائر في مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت. خليط من العصائر بأفكار عصرية مكنها من كسب المزيد من الزوار لتتمكن من مساعدة أسرتها التي غادرت السعودية عقب قوانين السعودة وإجراءات الإقامة الأخيرة. حبيت أدور لي على عمل، ففكرت أني أفتح لي مشروع معايا أنا وأولادي. نحن من النازحين من المملكة لنا 4 سنوات، ومن يوم ما فتحت المشروع هذا لي يمكن أكثر من 2 أو 3 سنوات، والحمد لله المجتمع متقبل أن المرأة هي اللي تشتغل، تصرف على بيتها، توقف مع زوجها، تصرف مع عيالها، توقف معاهم، يعني ما في شيء عيب الحمد لله، والناس بتقبل كل شيء. خبرة أم نواف في العصائر شجعها على تنفيذ مشروعها الخاص، بالإضافة إلى مساندة الناس وتقبلهم للفكرة من خلال زيارة المحل وشراء العصائر بأنواعها المختلفة. والإشادة هنا بكونه خطوة تعزز من إسهام المرأة في الحياة الأسرية والاقتصادية والمجتمعية بالمشاريع المشابهة. طبعاً مزاز متميز أولاً كفكرة جديدة مقارنة بالمحلات الثانية، خصوصاً أنه من المحلات القلاء اللي توفر عصائر بخيارات متعددة، يعني فالواحد مثلا سواء بعد الدوام إذا حاب يغير جو ولا شيء العصرية تلاقيه فاتح مثل دي الأوقات، فنجيب عصير طازج من المكان ذا. الحمد لله يعني ما شاء الله يعني الذوق عندهم كويس. تكمن أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تؤسسها النساء في أنها تنشط سوق العمل وتخلق التنوع، كما أنها تبرز طاقات المرأة في المجالات التي كان يعتقد قديما بأنها حكر على الرجل. معتزل النقيب يمن شباب المكلا. ننتقل إلى أبرز تطورات الملف الفلسطيني، حيث أفاد مراسل يمن شباب أن قوات الاحتلال صعدت من عدوانه على القطاع والمتواصل لليوم 38 بعد 200. وفي حصيلة جديدة لضحايا العدوان على غزة، أعلنت وزارة الصحة في القطاع عن استشهاد وجرح 340 مدنيا في مجازر ارتكبها الاحتلال خلال الساعات 24 الأخيرة. وأفادت الوزارة أن قوات الاحتلال ارتكبت 5 مجازر استشهد فيها 60 مدنيا وأصيب 280 آخرون. وارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان إلى 36,284 شهيدا و 82,057 مصابة. بثت كتائب القسام مقطعا مرئيا لإحدى الأسيرات الإسرائيليات في قطاع غزة شددت فيه على إنقاذهم من الأسر. وأظهرت الأسيرة في التسجيل مخاوفها من مصير مشابه لمصير الطيار الإسرائيلي المفقود منذ عقود رون أراد. كما نشدت الأسيرة المجتمع الإسرائيلي عدم ترك مصير الأسرى في غزة بيد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ومجلس الحرب. الأسيرة الإسرائيلية قالت إنها في سجن القسام منذ أكثر من 237 يوما ولا تعلم حتى متى ستبقى فيه، وختمت رسالتها بالقول أنقذونا والوقت ينفد. להרוג אותנו, תצילו אותנו, תצילו אותנו, תצילו אותנו. הזמן עוזר. في اليمن نادى جموع من المصلين في مدينة تعز شعائر صلاة الجمعة في شارع التحرير وسط المدينة لتجديد التضامن الشعبي مع الشعب الفلسطيني. وعقب الصلاة نفذ المصلون وقفة جماهيرية رددوا فيها الهتافات المعبرة عن التنديد بجرائم الاحتلال الصهيوني بحق سكان قطاع غزة، والتي كان آخرها مجازره بحق النازحين في رفح. ورفع المشاركون في الوقفة شعارات أكدت الرفض القاطع لهذه الجرائم، ودعت إلى محاسبة الكيان الإسرائيلي على جرائم الإبادة.
نخرج لأجل غزة الذي صامد أمام السلف الصهيوني لمدة 7 أشهر وهم عليهم تنزل أطنان من المتفجرات، بل أطنان من كل الصواريخ الذي استوردها العالم كله والعالم العربي والإسلامي والدول المطبعة تتفرج على ما يحدث لإخواننا في غزة. غزة الآن تصمد أمام الكل، أمام العالم جميعا لأجل الوطن العربي والإسلامي في الوقت الذي خذلوا أمام الحكام العرب والمسلمين. خرجنا ضد الجرائم الصهيونية التي تعيث في الأرض فسادا وتقتل النساء والأطفال والشيوخ وتدمر المساجد والبيوت، ضد هذه الجرائم، ضد الإبادة الجماعية، فخروجنا غضب ضد هذه الجرائم ومع إخواننا في غزة العزة، غزة الإباء، غزة الشهامة، غزة العزة التي نسأل الله عز وجل أن يكون معهم وأن ينصرهم وأن يثبتهم. إحنا نخرج منذ عدة أشهر يعني حقيقة لما تقوم به الكيان الصهيوني من إبادة جماعية لإخواننا في فلسطين غير آبها بالقوانين وما أصدره من محكمة العدل الدولية ضد هذا الكيان الغاشم المحتل للأرض الصينية. ونحن نخرج نعبر عن يعني استياءنا وغضبنا من هذا السلوك السادي الذي لا يراعي اي جوانب يعني تتعلق بالانسان، قتلهم المدنيين، استباحتهم للدماء، استخدامهم للأسلحة التي ينبغي الا تستخدم في الاماكن السكانية. وبالتالي هذا ابسط تعبير نقوم به في مدينة تعز كل جمعة طيلة الاشهر الثمانية الماضية. كاميرا يمن شباب حضرت الوقفة الاحتجاجية والمتضامنة مع غزة ورصدت رسائلها في هذا التقرير. وقفة احتجاجية جديدة هنا وسط مدينة تعز، احتشد في هذا الشارع المواطنون، الآلاف من المواطنون للتعبير عن استمرار تنديدهم بجرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة وبحق سكان أو النازحين في مدينة رفح وفي كل المخيمات على الأراضي الفلسطينية الذين تلاحقهم الرشقات الصاروخية ورشقات الموت الإسرائيلي إلى كل المخيمات في كامل أراضي قطاع غزة. هناك رسائل أخرى يبعث بها هؤلاء الحاضرون أيضا والمشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية، وهي رسائل تعبر عن أو تقول بأن تعز المحاصرة الميليشيا الحوثية الإرهابية منذ نحو 10 أعوام، لا تنسى أن تنصر غزة وأن تعبر عن تأييدها المطلق لها رغم كل الظروف الإنسانية والاقتصادية والمعيشية المعقدة والصعبة. هناك رسائل أيضا للمرأة الفلسطينية وتحيي هذا الصمود للمرأة الفلسطينية، وأيضا هناك رسائل تحيي الحراك العالمي ورسائل أيضا للمجتمع الدولي تؤكد على ضرورة وقف هذه الجرائم الإسرائيلية التي أودت بحياة عشرات الآلاف من الشهداء من سكان قطاع غزة خلال الأشهر القليلة الماضية. وبالتالي رسائل متواصلة ووقفات احتجاجية مستمرة تبعث بها مدينة تعز للتأكيد على أن على هذا الموقف الثابت من الجرائم الإسرائيلية ومن القضية الفلسطينية يعني بشكل عام. أيمن قائد يمن شباب تعز. كما شهدت مدينة مأرب وقفة شعبية كبيرة تضامنا مع الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة وللتنديد باستمرار هذا العدوان الظالم. المشاركون في الوقفة نددوا بالموقف العربي المخزي تجاه القضية الفلسطينية وجرائم الاحتلال في غزة على مدى 8 أشهر من الحرب العدوانية. أرض الأحرار! نفدي غزة كبار صغار! منذ 8 أشهر وهذا الصوت الهادر هو صوت مأرب الرافض للجرائم الصهيونية بحق أبناء غزة الذين ترتكب ضدهم جرائم ضد الإنسانية. آخر جريمة هي تلك التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في رفح، المدينة التي لجأ إليها 1,500,000 إنسان في القطاع من الحرب الظالمة الغشومة على قطاع غزة.
هذه الوقفة هنا في محافظة مأرب تأتي في ظل الرفض المتواصل لجرائم الاحتلال والتنديد بالموقف العربي المذل والمخزي حتى الآن. في هذا اليوم يقف الشعب اليمني بكله مع شعبنا الفلسطيني نظرا لما تعرض له أخواننا في غزة من إبادة جماعية، وكان آخرها ما كان في مخيم رفح. هذه الجريمة الكبرى التي يتخذها اليهود كل يوم في القضية الفلسطينية. نحن نقف اليوم مع شعبنا الفلسطيني مناصرين ومؤيدين له، وندعو كل الشعوب والأحرار في العالم أن يقفوا معه حتى ينال استقلاله وحريته مثل الشعوب الأخرى. طالب بوقف العدوان على الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات العاجلة لإنقاذ الشعب الفلسطيني، وكذلك تدعو المجتمع الدولي بأن يطلع بمسؤوليته لوقف العدوان على غزة. إدانة لما حدث للنازحين في رفح من قصف صهيوني على المخيم، ما أدى إلى حدوث مجازر بحق النازحين الفارين من الحرب من مختلف قطاع غزة. أيضا في هذا البيان تأكيد على عدالة القضية الفلسطينية وعلى إسناد المجتمع اليمني للمقاوم الفلسطيني في الميدان. محمد عبد الكريم لقناة يمن شباب مأرب. سياسيا، دعا رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية دعا إلى موقف عربي لاستثمار الفرصة التي وفرتها عملية طوفان الأقصى. وقال هنية في كلمة خلال المؤتمر القومي العربي في بيروت إن طوفان الأقصى رفعت القضية الفلسطينية إلى مستوى غير مسبوق عالميا، وفتح الباب لتجسيد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني. وأكد هنية فشل الاحتلال في تحقيق ما سعى إليه من أهداف، وعلى رأسها التهجير والقضاء على المقاومة واستعادة أسراه بالقوة. وحول المفاوضات مع الاحتلال، جدد رئيس المكتب السياسي لحماس تمسك المقاومة بشروطها لإبرام اتفاق بشأن الأسرى. وقال إن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد بأن القواعد الراسخة لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها. إذن ختام النشرة، نذكركم بأهم ما جاء فيها. المركزي يؤكد تنفيذ قراراته ويوثق انتهاكات الحوثي بحق القطاع المصرفي، والمعبقي يقول إن الحوثي تمادى إلى حد لا يمكن السكوت عنه. إصابة امرأة في قصف حوثي بالضالع، ومرصد يوثق مئات الضحايا بألغام الحوثي خلال أشهر. فلسطينيا القسام تبث تسجيلا لأسيرة إسرائيلية تناشد إنقاذها، وتظاهرات في تعز ومأرب تضامنا مع غزة. عاشت فلسطين، دام اليمن بألف خير، إلى اللقاء. في أمان الله.